يسعد لي صباحكم ومساكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعون برنامجنا وبرنامجكم راديو رومانو في حلقة خاصة جديدة عن أسبوع آخر يمر علينا من أسابيع الكالتشو. مبارتين كانت فيها أحداث استثنائية بالنسبة لنادي روما، فوز صعب أمام نادي بولونيا وبعد ذلك التعادل الثمين جدا في الرمق الأخير أمام نادي الميلان في قلب السانسيرو. خلينا بالأول نرحب بزميلنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة سيف العبيدي. أهلا وسهلا فيك يا سيف. أهلا وسهلا بك يا جون وكل مشاهدين ومستمعين الكرام. يا أهلا وسهلا سيف. قبل ما نبلش معك الحديث عن مباريات أسبوع، خليني بس أذكر مشاهدينا ما ينسونا باللايك والكومنت، أعطونا أراكم حول هذه الحلقة وكل حلقة، شيروا الحلقات حتى توصل لكل الرومانيستا العرب في كل مكان، ونشكركم بكل تأكيد على دعمكم المتواصل للحلقات السابقة من مقابلات وحلقات أيضا خاصة بنادي روما، وإن شاء الله مستمرين معكم لغاية آخر الموسم. وخلوا عائلتنا تكبر، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى توصل لكم كل حلقات راديو رومانو أول بأول. سيف، مباشرة خلينا نبلش بهذا الأسبوع. فوز صعب غير مقنع إطلاقا أمام بولونيا، يتبع تعادل صعب وأكثر صعوبة أمام الميلان بأداء عليه الكثير من علامات الاستفهام. أنا بعطي لك المايك، أبحر في الحديث عن المبارتين وكيف شاهدت روما، سواء إذا كان هناك جوانب سلبية، إذا كان هناك جوانب إيجابية أيضا حابب أنك تذكرها، فالمايك عندك، تفضل سيف. شكرا جزيلا يا جون. طبعا بالبداية نحن متعودين روما من يرجع من إجازة طويلة، سواء كان أسبوع الفيفا أو الآن الطرف الاستثنائي هو المونديال، دائما ما يبدأ بدايات متعثرة أو سيئة، يكون واصل لرتم معين قبل بداية العطلة وبعدين يتراجع. الآن روما بدأ هذا الأسبوع على عكس التوقعات، فوز وإن كان غير مقنع للكثيرين على بولونيا، لكنه فوز مهم قربك كثيرا من مناطق دوري الأبطال. الآن نحن نتحدث عن 4 نقاط فرق بيننا وبين الانتر، عفوا 3 نقاط فقط، المركز الرابع بعد التعادل امام ميلان. لكن الاداء عليه الكثير من علامات الاستفهام، الاصرار المتكرر والكثير اصبح امر اشبه لان يكون شيء ممل جدا، والاعتماد على الثلاثي الدفاعي، ثلاثي يخطئ اخطاء ساذجه من وراءهم حارس يضيع مجهود فريق كامل بسهولة، عقم هجومي مخيف أيضا. أنت تتحدث الآن عن الجولة 16 أو 17، فريقك سدد على المرمى أكثر من 100 فرصة، لم يسجل سوى 20 هدف، هذا رقم مخيف. أغلب الأرقام اللي جاءت أما من كرات ثابتة أو من ركلات ركنية أو من ركلات جزاء، يعني إحنا ما عندنا لعب مفتوح، عندنا مشكلة في خط الهجوم. أكيد أغلب الرومانيستا تابعوا هذا الشيء حتى اليوم أمام الميلان، مباراة عانى فيها روما كثيرا حتى الدقيقة 80 عندما قرر أخيرا أن يخرج يلعب كرة هجومية، وشاهدنا كلنا ما حدث، خرج يلعب كرة هجومية، سجل هدفين في وقت قصير، في أقل من 10 دقائق سجل هدفين، وعاد بنقطة مهمة جدا من السانسيرو. أنت لم تفز في سانسيرو من 2019 إذا ما خانتني ذاكرة، يعني مشكلة عندنا الآن في هذا الملعب. نحن لا ننهزم ولكن في نفس الوقت لا نفوز، هذا أكثر من موسم. اليوم لو أن روما لعب مباراته كاملة بهذا الأسلوب اللي لعبه في آخر 10 دقائق كان من الممكن أن تفوز فوز مرتاح. ميلان اليوم دخل المباراة وهو متخوف من روما، أنا تابعت أغلب الأصدقاء اللي يشجعون ميلان كان متخوف من هذه المباراة، خصوصا وأنه نابولي زاد عليهم الضغط قبل المباراة عندما فاز على سامبادوريا، ابتعد أكثر في النقاط والصدارة. يوفنتوس أيضا عندما فاز في مباراة الأخيرة زاد من الضغط على الميلان، ميلان داخل تحت الضغط. لماذا هذا الخوف من مورينيو، هذا التكتيك الدفاعي؟ الآن نحن جميعنا نعلم أن
هناك خلل في منظومة خط الوسط عندما يكون هنالك ثنائي بيليغريني وكريستانتي. لماذا الإصرار على هذا الثنائي؟ كان هنالك منظومة أفضل وبجودة أعلى عندما كان الشاب طاهروفيتش مع بيليغريني في خط الوسط في المباراة الماضية. شاهدنا جميعا عندما خرج ماتش عندما العفو دخل ماتش في هذه المباراة وخرج كريستانتي تغير حال الفريق للأفضل. حتى عند دخول طاهروفيتش تغير شكل الفريق تماما. زانيولو عليه علامات استفهام كثيرة، كذلك الحال بالنسبة لأبراهام. أبراهام قد يكون أنقذنا من تعادل في مباراة بولونيا في الدقيقة 90، وسجل اليوم هدف التعادل في الدقيقة 93، لكن شيء غريب ما يحصل لهذا النجم الإنجليزي. أنت تتحدث عن واحد من أهم هدافيك في الموسم الماضي، هذا الموسم أداء مبهم، أداء عليه الكثير من علامات الحيرة. يعني هو لم يشارك حتى في كأس العالم، لهذا يعني المفروض أنه لما يعود عندك من الإجازة يكون أفضل من هذا الشيء. بيلوتي غير جاهز، كمارا غير جاهز، فوتي دخل بالأسماء المتاحة لديه فقط الشعراوي في الدكة وماتش، وكذلك الحال بالنسبة لطاهروفيتش. ونزلوا للملعب، غيروا شكل الفريق، روما حصل على نقطة أنا شخصيا أعتبرها فاز بهذه النقطة في هذه المباراة. ما أعرف إذا كان هناك سيكون وجه مغاير لروما أمام جنوا بالمباراة القادمة أو حتى في مباراة الدوري، لكن دعنا نتأمل الخير في حال ظهور سول باكن أو بعض الصفقات التي ستأتي إن أتت صفقات. الآن يا جون، بعد كل هذا اللي تحدثنا عنه، حسب وجهة نظرك ما الذي ينقص روما ليفوز بإقناع مثل ما كنا نفوز سابقا؟ لأن روما حتى إن فازت لا تفوز بإقناع ولا إمتاع، شيء اللي يفتقد أغلب الرومانيستا. شنو اللي يفقده روما هذا الموسم حتى يمتع جماهيره؟ يعني ببساطة يمكن الحديث عن روما أنه تكون روما، أنه روما تفتقد شخصية الفريق، تفتقد الهوية المعروفة عن نادي روما. صحيح يمكن أنت تحسنت من ناحية الدفاع، أصبح هناك فكر دفاعي ما كان واضح جدا بالنسبة لروما، ولا زال هناك عليه علامات استفهام كثيرة. ربما هناك عناصر اكتسبت الفكر والهوية الدفاعية لكنها لا زالت تعاني حتى تطبق بالكيفية المناسبة. لكن لو نلاحظ بشكل مبسط على نظرة سريعة على مباريات روما، الفريق دائما هي نفس المشاكل، أطراف غير مفعلة، الهجوم بدون أي كثافة عددية في الحالة الهجومية، تدافع في مناطق منخفضة، بالتالي حتى في الارتداد متأخر تصل إلى مرمى الخصم، وبالتالي في الحالة الدفاعية مع الارتداد حتى لو كان هناك فريق ضاغط عليك في هذه الحالة سيتراجع بسرعة وسيعود إلى مناطقه ويغلق المساحات. أيضا الحديث عن الخطوط المعزولة، خط الوسط تحديدا بعيدا عن جودة اللاعبين لكن هو معزول، والهجوم كذلك من جانب آخر معزول. اللاعبين الموجودين عندك على مستوى صناعة اللعب والهجمة اليوم، حتى لما أشوف بيليغريني على الخط قد يجيد اللعب على الخط ولكن ليس بكفاءة مختريان سابقا. لذلك حتى لما لاحظنا غياب كامارا بسبب الإصابة كان واضح تماما، لاعب يجيد الافتكاك، يجيد الصعود بالكرة، يجيد التدرج حتى في التمرير بين اللاعبين والتدرج بين الخطوط، وهذا أمر كان مهم جدا بالنسبة لمادي كامارا. خسارتك للاعب بقيمة مادي كامارا كانت مؤثرة جدا بالنسبة لك. عفوا، الحديث أيضا عن كريستانتي ماتش، الثنائية بالأساس كانت عقيمة في السابق، الآن أصبحنا نلعب بلاعب واحد منهم، كريستانتي هو الثابت بحكم أنه لياقيا وكعمر السن يخدم كريستانتي، بالتالي يلعب بكل أريحية أكثر من ماتش، وبإمكانه أن يكمل 90 دقيقة، لكن مع ذلك اللاعب لديه ليميت معين من الإمكانيات، وسبق وذكرت في حلقات سابقة أنه هو لاعب محدود ليس باللاعب الاستثنائي في خط الوسط.
تاهيروفيتش لا يلام على أخطائه، لا يلام على أخطاء تاهيروفيتش، لاعب شاب وصغير مليون متفقين، مليون في المية لاعب شاب ولا يلام، مثل ما كنا لا نلوم على زاليفسكي أنه لاعب شاب ويلعب أيضا في مركز ربما لا يجيد بشكل ممتاز، ولكن بحكم أنه أصبح يلعب بهذا المركز لسنتين فالآن ربما زاليفسكي أصبح يعتمد على تراكم الخبرة الذي يمتلكه. بالنسبة لي يمكن حتى موضوع التراجع المبالغ فيه للدفاع وعدم ظهورك من الناحية الهجومية بشكل مقنع، هذا أمر يعني أصبح جدا مقلق. شكل روما أصبح مزيف، الفريق مخيب جدا من ناحية التدرج بالكرة بين الخطوط للوصول إلى الهجوم، الاعتماد على الكرات الثابتة سواء كانت ركنيات، ركلات جزاء أو حتى كرات ركلات حرة، يعني هذه الأمور ربما كنا نحتاجها سابقا حتى نكمل عليها الأداء عندما كنا نتدرج في الكرة ونقدم أداء جيد. كنا نتمنى روما أن يظهر بالكرات الثابتة لأنها حلول تكميلية للفريق، لكن الآن أنا أشاهد فريق مقيد من الناحية الهجومية، عناصر مقيدة من ناحية الإمكانيات. روما تملك الإمكانيات ليست بالشكل السلبي الذي يصوره البعض، وأعتقد أنه واضح تماما 10 دقائق أمام الميلان أنا قدمتها كان بإمكاني أنه أسجل هدفين وسجلت الهدفين، رغم أنها كانت من ركلات ثابتة، ولكن كان هناك هجوم، كان هناك إصرار، كان هناك محاولة لجعل الخصم يتراجع هو للخلف. وأبدأ أنا بالمبادرة، أنا من بداية المباراة بدل من أن يكون ميلان يبادر وروما يتراجع العكس صحيح، كان بإمكانك أن تظهر بهذا الشكل خصوصا أنك تلعب كما ذكرت أمام خصم هو مضغوط من ناحية النتائج. روما ربما كان مطالب أنه يستغل ربما نتائج الإنتر لاتسيو، ولكن عفوا ليس مثل مطالبة الميلان بالفوز حتى يستدرك نفسه بعدم خسارة الوصافة ويظل دائما قريب على الصدارة. سيف أنا راح أسألك تحديدا وبشكل مختصر إذا بإمكانك أنه تعطيني ماسا، طبعا فقط حتى أختم، ماسا كان ربما الحكم الذي تفنن في استفزاز الفريقين، والقمة إذا تتفق معي كانت أكبر أحد عشر انذار يعني تكفي لأن تثبت وجهة نظرك يا جون. أي لاعب يسقط على أرض الملعب الخصم يتلقى بطاقة صفراء، مع العلم أنه فقط أعتقد هو أخطأ في حالة واحدة أنه ما طرد بالناصر بعد الخطأ اللي تسببه. كان من المفترض أنه عندما وقف اللعب الناصر ضربه بليغريني، كان من المفترض وبالناصر عنده انذار سابق، كان المفترض أن يطرد بالناصر من المباراة، وبيولي كان أذكى بكثير استبدل مباشرة بعد اللقطة. احنا حتى لا يأخذ الجمهور نظرة لأنه احنا دائما نتحدث عن التحكيم بشكل سطحي ما ندخل بالتفاصيل، أكيد نحن لسنا بخبراء تحكيمين بالضبط، يعني في أمور ربما يعني نتركها للمشاهد نتركها للمتابع، في النهاية كل له وجهة نظرة، لكن الراديو رومانو عودنا أنه ما يتبنى آراء معينة ثابتة ويعني فلنقل إنها لا تدع مجالا للشك، لا هذه المسألة إحنا بعيدين عنها تماما وعن التحكيم، التحكيم نتركه للخبراء. لكن أعود لسؤالي الأساسي سيف، روما سيواجه جنوة أمام جمهوره في الأولمبيكو، سيستضيف جنوة وبعد ذلك سيكون في مواجهة فيورنتينا في الدوري، مواجهتين أعتقد أنها متوسطة المستوى، ولكن روما يبقى لديه من المفترض لديه الكفة العليا على الورق. كيف سيتعامل مع هذه المباراة خصوصا وأنه أمام فيورنتينا سيفتقد مانشيني وإبانيز في الدفاع، وأمام جنوة من المتوقع أن تحدث هناك مداورة في التشكيل. يا جون هو لو كان الأمر بيدي يعني، طبعاً إحنا كنا متوقعين ونعرف مورينيو كيف سيتعامل مع المباراة، لأن مورينيو بدأ من المباراة القادمة سيعود،
لن يتخلى عن أسلوبه المعتاد، هذا شيء متفقين عليه. ثلاثي دفاعي، إيبانيز ومانشيني لن يشاركوا في مباراة فيورنتينا، إذن سيشاركون بكل تأكيد أمام جنوة، هذا الشيء مفروغ منه. سمولينغ هو الوحيد اللي احتمال ما يظهر في مباراة جنوة، ما يكون كومبولا مكان احتمال كبير، أو يفاجئنا مورينيو أخيرا ويلعب برباعي دفاعي، ويلعب برباعي يعني سمولينغ أيضا من جانب آخر هو بحاجة لرباعي أكيد. وعندك مباراة مهمة أمام فيورنتينا، خصم ليس بالسهل. أمام الجنوة أنت تتحدث عن فريق مع كامل احترام لتاريخه ومكانته وجمهوره، هو فريق بالدرجة الثانية، ليس ذاك الفريق الذي ممكن أن يشكل عليك ضغط أو يسبب لك إحراج. برأيي الشخصي من الأفضل أن تقوم بتيرن أوفر كبير، ممكن أن نرى سبيلار، كومبولا، سبيناتزولا، أو حتى كارسدور إذا ما احتمال. من يعني شخصيا أود مشاهدة هذا اللاعب، يعني الكثير التأخير في ظهوره هو حقت عليه آمال كبيرة. يعني أتوقع هو لو قدم المعهود سوف يأخذ مكان زانيولو بسبب سوء أداء زانيولو في الآونة الأخيرة. شخصيا لا أستبعد وجود بعض المشاكل أمام فيورنتينا، لكن روما قادر بالعناصر المتوفرة لديه أن يكسب المباراتين إن شاء الله. نعم أم لا، روما بإمكانه أن ينقذ الموسم فقط بتحقيقه للكأس، أم لابد أن يفوز بشيء آخر بالإضافة للكأس؟ تمنيات لو الحقيقي لا بنعم أو لا، وأعطيني بس تفسيرك للإجابة فقط بشكل مختصر سريعا. من المفترض أنه أنت إذا أردت أن تنقذ الموسم أن تحقق كأس إيطاليا وتحقق تأهل لدوري الأبطال، هذا إذا أردت إنقاذ الموسم. إذا أردت أن يكون موسم أكثر من ناجح، يجب أن تحقق اليوروبا ليج إضافة لما ذكرنا. تمام. في النهاية كل هو موسم مورينيو الثاني، موسم الألقاب، نتأمل خير. هذا ما نتمناه حقيقة. أنا أشكرك جزيلا سيف على هذه الإضافة. أعتقد أنه لا زال الطريق طويل، ولا زال أمامنا مرحلة الذهاب لم تنتهي، وهناك مرحلة إياب على مستوى الدوري، لا زال الطريق طويل، بالإضافة إلى طريق الكأس أيضا سيكون طريق لا يستهان فيه، وطريق روما في القرعة ليس بالسهل على الإطلاق. فأعتقد أنه الأمور ربما ستنكشف جولة بعد الأخرى، لكن أمنياتنا بتحسن المردود الهجومي تحديدا بالنسبة لروما، لأن فعليا شكل الفريق هو بحاجة للتغيير للإيجابي وليس للسلبي. سيف أنا أشكرك جزيل الشكر على إضافتك في هذه الحلقة، نورتنا كالعادة. شكرا جزيلا لك يا جون، والشكر موصول للمخرجنا الرائع أحمد كريم، ولكل مشاهدينا الكرام اللي وصلوا ويانا لهذه الدقيقة. شكرا لك سيف على كل الإضافة اللي قدمتها في هذه الحلقة، وشكر موصول أيضا لكل حبايبنا مشاهدينا ومستمعينا اللي وصلوا معنا إلى هذه الدقيقة. خلوني بس بشكل استثنائي قبل ما أختم هذه الحلقة أبارك لنفسي وأبارك لكل العراقيين، وباسمي وباسم كادر عمل راديو رومانو أبارك لوطننا الحبيب العراق تنظيمه لبطولة خليجي 25، هذه البطولة اللي نتمنى أنه من خلالها العراق يرجع فيها إلى الحضن الرياضي العالمي، بطولة تتجلى فيها حاليا البصرة باستضافتها لهذا الحدث، عروس شط العرب اللي نتمنى لها استضافة تكون ناجحة تنظيميا وإداريا ورياضيا. أمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات الخليجية الشقيقة اللي متواجدة حاليا في العراق، ونتمنى أنه تكون بطولة ناجحة بكل المقاييس، وفل يفوز فيها من يستحق، ولكن بطولة
يستحقها الشعب العراقي بعد طول انتظار أكثر من 4 عقود. كل أمنياتنا بالتوفيق لكل الكوادر العاملة في هذه البطولة، ونتمنى أنه كذلك تكون هذه البطولة هي بوابة ل يعني عودة الأمن والسلام والأمان لوطننا العراق ولسائر الأوطان العربية الحبيبة. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، ما تنسونا بالدعم في هذه الحلقات. راديو رومانو مستمر معاكم، وإن شاء الله مكملين وياكم هذا الموسم. وختامية هذه الحلقة مع تحيات جون مالك، سيف العبيدي، أحمد كريم موسى من خلف الكواليس، كالعادة غراتسيا توتي، فورسا روما بير سيمبري، تشاو تشاو، إلى اللقاء.